تنضم إلينا مشاهدينا عبر زوم من بيروت مي الصايغ، مسؤولة الإعلام والتواصل في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. سأبدأ من تفاصيل تسليم الأسرى غدا، هل من تفاصيل جديدة غير التي سربت إلى الإعلام، وهل نتحدث عن صفقة يعني مماثلة للصفقات الماضية وخصوصا جلعت شاليت؟ نعم، مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين الكرام. نحن كاتحاد دولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر معنيون فقط بالجانب الإنساني وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. اليوم زملائنا باللجنة الدولية للصليب الأحمر هن منهم طرف بهذه المفاوضات، ولكن بصفتهم طرف يعني شريك محايد، يهن بيقدروا إذا طلبوا منهم أطراف النزاع أنه هن يقوموا يكون لهم دور بالشق الإنساني بتنفيذ هذا الأمر. ويبدو أنه في دور رح يكون للجنة الدولية للصليب الأحمر بتسلم اللوائح اللي لها علاقة بالرهائن والأسرى في الجانب الفلسطيني، وهن رح يتابعوا هذا الأمر مع الأطراف. هل استلمتم أي لوائح حول يعني أسماء الأسرى، أعمار يعني حتى إذا كانوا نساء أو أطفال، أو هل هناك أي تفاصيل حول لوائح الأسرى من الجانبين؟ نعم، هيدا الامر يقوم فيه مثل ما شرحت لحضرتك زملائنا باللجنه الدوليه للصليب الاحمر، وهم يتولون ذلك اليوم مع اطراف الاتفاق اللي توصلوا اليوم الى هدنه من شانها ان توقف هيدا النزاع المسلح اليوم، وتعطي فرصه للعائلات المتضرره لتقدر يكون عندها امكانيه للوصول للمساعدات الغذائيه وتقدر تلتقط انفاسها. اين ستتم عمليه التبادل؟ هل ما زلنا نتحدث عن على يعني عن معبر رفح على الجانب المصري ومن ثم نقل إلى الداخل المصري؟ نعم، حسب يعني المعلومات الواردة عبر معبر رفح، ويتم بنقلهم إلى طائرات إلى الجانب الإسرائيلي. الهدنة التي ستبدأ غدا، دوركم كصليب أحمر وكهلال أحمر على يعني على ماذا سينص موضوع تسليم يعني تسيير القوافل إلى الداخل، وأيضا إذا ما كان هناك تسليم لأسرى جدد، خصوصا أننا نتحدث إذا جرى تمديد الهدنة كل يوم هناك 50 أسير جديد؟ نعم، نحن دورنا بيتعلق فقط بالشق الإنساني. يعني اليوم كل المساعدات اللي بدها، اليوم عم نشوف على الجانب المصري زملائنا بالهلال الأحمر المصري يستعدون لاستقبال المزيد من شاحنات المساعدات اللي بده يتم إدخالها إلى غزة، وهيدي المساعدات رح تكون بوتيرة أعلى من ما شاهدناه بالأيام السابقة، لأنه مثل ما بتعرفي حضرتك بالسابق كان يدخل نحو 400 شاحنة بالنهار، فبالمرحلة الماضية كان يدخل بمعدل 40 شاحنة. اليوم إن شاء الله يعني بهيدي الهدنة نتمكن من إدخال المزيد من المساعدات، والموضوع الأهم أنه يكون الوقود ضمن هيدي المواد اليوم رح تدخل إلى قطاع غزة، وأن يتم إيصال المساعدات إلى كل قطاع غزة، يعني أن لا يقتصر هذا الأمر على مناطق الوسط أو الجنوب، بل أن يطال أيضاً الناس المتضررين بالشمال، وأن يتم توصيل لهم المساعدات بأسرع وقت ممكن. بعملية نقل الأسرى، يعني من ضمن ما هو معلن من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو ظروف نقل الأسرى والضمان عدم إلحاق ضرر بصحتهم، كيف تواصلتم مع الجانبين حول ضمان هذا البند تحديدا؟ نعم، زملائنا باللجنة الدولية للصليب الأحمر هن لهم يعني تجربة كبيرة بهذا الأمر، ولهم تاريخ كبير بعمليات تبادل الأسرى والرهائن، وهن عم بتابعوا ذلك مع السلطات المعنية اليوم ولا تأمين كل الظروف والشروط المناسبة لعملهم. نعم، شكرا لك عبر زوم من بيروت مي الصايغ، مسؤولة الإعلام والتواصل في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.